التي تحدد العام الشمسي فوق الكرة الأرضية. يبلغ قطر مجرة دولاب الهواء 170 ألف سنة ضوئية، وهذا يمثل ضعف حجم مجرتنا درب الدبانة. وتعد هذه الصورة التي تم تجميعها من مجموعة من الصور المتقطة من يفوق حجم مجرة المرأة المسلسلة مرة ونصف حجم مجرتنا درب الدبانة، وهي أبعد الأجرام السماوية التي يمكننا رؤيتها بالعين المجردة، حيث تبعد عنا بمسافة 2.6 ملايين سنة ضوئية. إذا توغلنا أكثر في أعماق الكون سنلاحظ بأن المجرات هي أيضا تحتشد في مجموعات، وعندما تتجمع 100 مجرة بالقرب من بعضها فإن الأمر يتعلق بمجموعة مجرية، وما يفوق ذلك فهو عنقود مجري. بمسافة 17 ألف سنة ضوئية، إلا أننا نستطيع رؤيته بالعين المجردة ليلا بسبب توهجه وشدة لمعانه. يبلغ قطر يضم العنقود النجمي الثريا ما لا يقل عن تعرف الغازات وغبار السحب في سديم النسر باسم أعمدة. على الرغم من أن هذا العنقود النجمي الكروي يبعد عنا بمسافة 17 ألف سنة ضوئية، إلا أننا نستطيع رؤيته بالعين المجردة ليلا بسبب